معناه المظلة بايك ولا سدرة ولا اي شيء مظلة وشيء سدرة انا ما اعرف وش سوالفكم انتم صراحة بس المهم ديروا بالكم عن الخطر لا متعارفين متعارفين ما ادري فيكم عاد بسم الله بشير بس اي بس برجع لكم انا مره ثانيه هذه بس هذه مال المظله ذي ولا مال المظله هاي المظله اي المراقي بعد اي هذه شنو عاد باقي مال السدره بعدها لا يتعاونوا فيه وذي زين قالت مال السدره خلاف اللي سمعها اي هي السدره هذه مال السدره فقالت مال المظله بعدين ابوي بعدين تريع العلبة ذو تريع هاي مال السدره باقي مال الطوي بناخذ واحده هاي السدره والمظله السدره و حلمان تظل الله يعطيكم العافيه ويعلى بدوين يعونك تضرب وتتعلق فيك اي والله صعونه اي صعونه نعم كلها ترجع عليه بدو اي كلها ترجع اي كلها شغل بدو الله يعطيكم العافيه نريحكم شويه اذا مشاهدينا الكرام نذكركم بسؤالنا لليوم ومع مخرجنا أين يقع سيح المحامد؟ 1 بركة 2 لوى 3 العوابي اختاروا رقم الإجابة الصحيحة وارسلوه على الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة نورس
9093 والرقم الثاني تشترك فيه عمان موبايل وفرندلي وهلفون وهو 90286.
إذا مشاهدينا الكرام رجعنا لكم، ومثل ما سمعتوا أيضا كانت أغنية جميلة للفنانة موزة خميس، أعتقد تعرفونها من قبل هاي الفنانة القديمة، سمعتوها؟ نعم جزاكم الله خير. بس أنت أبوي ما شاء الله عليك، يعني كنت تردد الأغنية قبلها، حافظ الأغنية أنت؟ كلها حافظنها. حافظنها؟ سمعني، إيش تقول ولد البدو؟ علق سلاحه، خلي رماني بدون زلة، خان العهد والسد باحه. والسد باحه. يوم لا يعني حسب من مال حمدان ولا في ليلة عيت باحة. باحة هاي مال حمدان وين؟ مال حمدان في منترب. منترب. في بنية. وفي ليلة عيت باحة الوافي. الباحة في الوافي. يوم تسبح فيه كلك. ما شاء الله. أنا حسب من مال حمدان ولا في ليلة عيت باحة. يوم لا شواوي عيرابي منك العذر. وارجو السماحة. اي والله. هنا شواوي عيرابي. هنا الدور. هي في صور من حضرة. إذا تعرف تجيبها باللحن؟ هذا اللحن ابوي تقدر تجيبه؟ اقدر اجيب لكن عاد ما شغلي. الله اكبر، يعني ما شاء الله من زمان كنتوا تسمعونها. اي من زمان. من بدت تغنيها؟ من بدت تغنيها؟ من بدت تغنيها؟ كانت هي تغنيها. ما شاء الله، وانتم هذيك الايام شباب وتوكم بعدين تسمعون الاستوديوهات وهذه. لكن زمان عندنا حنيه بعد. ما فول هي. شغلون كذي في مسجل في البيت ولا؟ لا هي مسجلات اول مسجلات ورواد اسطوانه قبل اسطوانه تسمع اول سنتور سنتور وتولفوا كلكم كذي تسمعون يشلوها من بيت لبيت اليوم عندنا في اليوم تعال مشي سبحان الله سبحان الله فضل الله وفضل غابوس الحمد لله اليوم كل بيت في ما شاء الله مسجلات نعم نعم ناخذ قصيده منك سيف الحين قصيد بن سي صوب الغزل زين خلاص زين سمعت شياب يتغزلون مو؟ نعم يلا يقول شاهدت حسنه على الطبيعه عقب التصاله والمراسيل مزيون واوصافه بديعه خصره نحيل وعوده يميل طويل والهامة رفيعة والجسم متعزل تعزيل شاهدت حسنة على الطبيعة عقب اتصاله والمراسيل مزيون ووصافه بديعة خصرة نحيل وعوده يميل طويل والهامة رفيعة والجسم متعزل تعزيل برق بالعيون الوسيعة ورمى وصوب عالمقاتيل رابي في الحصول المنيعة ويمشي في ريضان المغاتيل نشري هواه ولا نبيعه الغض منشولا بياديل شاهدت حسنه على الطبيعه عقب اتصاله والمراسيل ما شاء الله عليك سمعت غزل الشباب هذا غير عن غزل شياب بعد مكتوب الله يعطيكم العافيه جميعا هو ما حد ما مر بمرحله صح حتى شياب اصلا يعني كانوا شباب مروا مراحل صعبه انت ابوي ما شاء الله عليك دوم يعني من يا ابوه كلام اكتبوه اي مره من سوى كلام اكتبه صحيح وقعدت هياه صحيح الحين يبدا كلام من نسيناه اي انتم بس ما شاء الله قبل تحفظون الله اعطاكم البهيضه اول اي حقيقه يعني تحفظون يعني صح انكم ما تكتبون وكذي لكن الله اعطاكم الهامكم تحفظون حقيقه اي نعم يعني ما شاء الله حتى الشباب اليوم ما يحفظون مثلكم قبل ما يحفظون لانهم اعتمدوا على يكتبون يا اما يسجلون الحين حتى في هذه تليفونات الهواتف قال لك تعال علم يسجلون فيها يحفظون العلم في الصغري كالنكس في الحيل والعلم في الكبري كالنكس في الرمل الله اكبر الله يعطيك العافيه ابوي نسمع شيء من خلفان كذي خلفان ان شاء الله نرجع للفن البلدي وش بسمعنا الفن البلدي ان شاء الله وزلف ولا شيء وزلف يلا قرب ناقل الصوت يمك ويم عودك خلنا نسمع صوتك شوي